السلام عليكم. هذا واحد الفيديو توضيحي او كتعريف لما يعرف بالمساحات الخضراء الحقيقية التي ونحن في سنة 2018 لازلنا لا نتوفر على مثل هذه المساحات الخضراء. بارك كيجمع عباد الله كاملين، الكبير الصغير لي جون، الناس اللي باغا تلعب لو سبور، الناس اللي ما جات تمشى، الناس اللي ما جات تشم الهواء النقي، الناس اللي جايبه وليداتها تفوج بهم. مساحات خضراء، طبيعه، الشجر، الغازون، فهمتيني، كاينه دي سناك مثلا، الا بغى شي واحد يدير ان ساندويتش ولا يشرب عصير ولا يعني ما عرفتش. حنا فهمتيني في المغرب مازال ما استطعناش اننا يعني نوفروا بحال هاد المساحات الخضراء اللي هي ما كتكلف والو، يعني مسائل عاديه. احنا نورمالمون عندنا الطبيعه ديال الله اوتوماتيكمون، يعني فهمتي، هاد الناس هادو كيستعملوا غير الري، هانتوما كتشوفوا كيستعملوا غير هاد السلوك الكحلي اللي دايزين هنايا، كيديروا الغوت ا غوت، فهمتيني. يعني ما عرفتش علاش حنا ما استطعناش اننا نوفروا بحال هاد لي زاسبارت فيرت، فهمتيني. مع العلم اننا حنا كنهدموا مثلا الجرده اللي كانت في وزان، كانت جرده جميله يعني في السنوات الاخيره، من بعد ما فكروا انهم يصلحوها غير هدموها، يعني حيدوا واحد الانواع ديال الاشجار اللي هي يعني غايه في الروعه، وما عوضوهم غير بالسيما وبداك الجليج الخاوي والكراسه ديال الحديد، يعني في الشتاء في البرد ما تقدر تجلس عليهم، في الصيف ما تقدر تجلس عليهم. شوفوا الكراسه ديال الناس كيفاش دايرين، هانتوما الكراسه ديال الناس كيفاش دايرين، بالخشب كونفورتابل، لي زاسبارت فير، فهمتيني، الطبيعه، يعني كتحس براسك بحال مشيتي لشي جبل. مع العلم اننا في وسط المدينه، يعني في وسط المدينه، يعني مثل هاد المساحات الخضراء كتساهم حتى في التقليل من التلوث. يعني افكار يعني زوينه، كاين عندهم لاك ديال الماء لهي، انا الا استطعت انني نقربو لاك ديال الماء، ناس جالسين مرتاحين، ما واقف عليهم عساس، ما واقف عليهم مخازني، ما واقف عليهم شي واحد كيقول لهم اش كديروا هنا. الناس شدت الحريه ديالهم، فهمتيني. كاين لي بوبال، انت شوف ها لي بوبال فيهم الاشتري، فيهم الطفايه، حتى بالنسبه لبنادم اللي كيدخن باش ما يوسخش، كاينه الطفايه. اذا هذا غير فيديو يعني تحلى، وعسى شي واحد من المسؤولين يجي نفسه يبغي يوفر شي حاجه بحال هذه لولاد البلاد. والسلام عليكم.